اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم اخبارنا واهم الاحداث اللي حصلت داخل جدران النادي الاهلي. يمكن شباب الكره الطائره يعني في النادي الاهلي هو الاساس اللي بيخلي الكره الطائره في الحته دي الاهتمام بالناشئين وبالشباب. لو تفتكروا كابتن محمد مصطفى حميدو كان معانا وهو بالكشف حساب قال يا جماعه انا طلعت ناشئين ودعمت ناشئين وقفت على ناشئين لان هو ده اللي هيخلينا نستمر وهو ده اللي بقوله. بناء فريق واستمراره حاجه مهمه جدا. كابتن حسام شعراوي مدرب فريق الشباب تحت 19 سنه قال ان فريقه بيستعد بقوه لانطلاق الموسم الجديد. وقال شعراوي ان الفريق جاهز بكل قوه عشان يحافظ على البطولات اللي حققها السنه اللي فاتت وهي بطوله منطقه القاهره وبطوله الجمهوريه، بطولتين دخلوها خدوها، فهو عايز يحافظ على نفس الانجاز. كاميرا الابطال كانت موجوده معاهم في استعداداتهم دي وعملنا التقييد، هتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. هو الى حد ما الجدول كويس، يمكن مختلف عن السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها شويه. السنه دي الاتحاد عامل حاجه جديده ان هو قسم الفرق مجموعتين على غير العاده، يعني هو كان دايما بيخلي دوري دوري من دور واحد، السنه دي عامل مجموعتين من دور واحد برضو، وبعد كده ثلاثه متصاعدين يطلعوا يلعبوا نهائيات. قبل كده كان بيبقى دور واحد زي ما قلت، كل الفرق بتلعب بعضها، انا فيه كده فرق ممكن ما قابلهاش في الموسم السنه دي. الفرقه السنه دي لحد ما فيها قصور شويه، بعض المراكز بعض اللعيبه مش موجوده بحكم ان هم في المنتخب. يمكن عندي اثنين لاعبين مهمين جدا، اياد وابراهيم رسلان، موجودين مع منتخب مصر للشباب تحت 23 بيلعبوا في بطوله العالم، انما اغلب الفرقه موجوده. عندي برضو اثنين لعيبه كانوا بيلعبوا في منتخب الشباب تحت 19 لسه راجعين من كاس عالم ومتصاعدين دلوقتي مع الدرجه الاولى، انما القوام الرئيسي للفريق لسه موجود معايا لغايه دلوقتي الحمد لله وبنتمرن كل يوم. هنبدا ان شاء الله بطوله القاهره يوم 14/10، الماتش الاولاني مع نادي الزهور باذن الله، وتاني ماتش مهم جدا مع نادي وادي دجله غالبا هيبقى في نادي الطيران. الماتشين دول هيحددوا حاجات كتيره وهيحددوا ملامح الفرقه وشكل الفرقه السنه دي هيبقى شكلها عامل ازاي. يعني عوده الكرة الطائرة كمنتخب لسابق عادها، لأنه طبعا هم معودين برغم تأهلهم طبعا لبطولة العالم بس الناس زعلانة، يمكن أكيد كورونا ما كانش فيه ونتائجه أكيد طبعا مش النتائج السابقة، يعني احنا تعودنا إن أبطالنا بيكونوا هم رقم واحد في أفريقيا على الأقل، وفي على المستوى العالمي بنمشي يعني بتبقى الدنيا كويسة كتصنيف عالمي. نتمنى يرجعوا طبعا كسابق عادهم وإن شاء الله تبقى كوبة صغيرة ويرجع وترجع الكرة الطائرة في مصر لسابق عادها.